صارت نقدم لكم زيت الكيراتين من سبب الدريات اللي عندهم الشعر مهرس ومكسر، اللي عنده الشعر مضرر بزاف. ديروا هاد الزيوت كيكونوا عندنا في الدار من غير شي زوج زيوت تقدر تعصرهم عند مول العصاره. ولكن هادو طبيعيين، زيوت لي هاد الزيوت راه نقدروا ناكلوهم حنايا، ماشي غير مجرباه. جربت انا مجربه على شعر كي كان ولا مزيان في المية. لا شوف، ولكن الدومه ماشي ديها وتحطها ولا تصاوبوا الزيت، خاصها تداوم. علاش دير يوميا دهن شعرها؟ الشعر لما تدهنش راه كينشف، هو اصلا كيكون ناشف دابا مع البرد ومع هذا متكسر ومضر. تغسلو ودهنو وتخليه فيها، تخليه في شعرها وتمشط ودهن. زوينه الوصفه، ديريها تتسالي لك القرعه، تتسالي داكشي اللي عندك تساليه وتزيدي اخر لا بغيتي تزيدي. الشعر ديما هو لا صافينا، والشعر كيحيد، خاصنا ديما نعالجوه. هذاك شي شوار ولا بريسه ولا داكشي، اكثريه هي شعرات الدريات اللي كيديروا بريسه راه زوينه لهم، كيبقاش مكسر. فوكيكه لا دابا راه كيدار الشعر وكيدار ترطيب اليدين وكيدير الوجه حتى هو، يا الكوكره كيستعملوه الدريات بزاف البشره ديالهم والوجه ديالهم. هادي البافو، هادي البافو مع هاد الخلطه ديال، انا هادي راه ماشي جبتها من راسي، هادي راه الناس كيديروها ومولفين كيديروها، راه خاصكم فهمت، ماشي انا جايبه انا علم لا اولا ما شنويا نجيب انا هاد الوصفه من راسي، راه الناس قبل مني دايرين هاولي كيبيعوا في هاد الحرفه وفي هادشي كياخذوها من عندهم الدريات. تاخذوا كميه من زيت الكوك، زيت جنجلان، زيت زريعه الكتان، زيت الشيا، وهذه زيت الصوجه، راه تجمعوا هذه الكميه كامله نفس الكميه وكتعصروها. الا ما كاينش نتوما شي واحد، شوفوا شي واحد حداكم يعصرها، ما كاين شي واحد حداكم غتشوفوا الطريقه ديال خرج الزيوت، راه كاين اليوتيوب راه عامر طريقه ديال عصر الزيوت في المنزل، راه كاينين طرق كثيره. وما تنساوش البنات تدخلوا عند ديال اناتيز زوجات الدور، دعمونا الله يجازيكم بخير. خليه، قلت لك خليه المده اللي بغيتي، المده اللي بغيتي خليه، واخا تخليه. راه قلت لك انا كندهن شعري وكنخليه مازال ديك الزيت ديال تساقط الشعر كتكون فيه ديك حبه الحبوب اللي كيكونوا شويه فيهم الريحه، وكنخليهم شي حاجه اللي غلقه على صحتي. ما مازال الدريات اللي كيبغيو يخرجوا ولا شي حاجه يديروا البريسه ولا يديروا شي شوار، راه غادي يلقاو فرق كبير. دهنوا ومشطوا شعركم مزيان، صراحه مزيان بزاف الشعر، والدريات راه غادي يجربوا الوصفه وغادي يشكروني. ما كنتمنى البنات اللي شافوا اللايف يدخلوا تعاونوا معايا وتابونوا عندي في القناه اناتي زوجة الدور، وكنشكركم بزاف بزاف.